السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اشرح لكم طريقة عمل تاج في انستغرام. طبعا التاج يكون على الصور فقط، ما يقبل الفيديو. قبل ابدا بشرح اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. ندخل على انستغرام وبعد كذا نضغط على ايقونة الستوري من هنا. لك الخيار اذا تبي تختار صورة من الاستوديو او تصور من كاميرا الجهاز. انا بصور صورة من كاميرا الجهاز وبعد كذا بسجل عليها الحسابات اللي ابيها اللي اسوي لها تاج. طبعا يكون شرح يكون على اجهزه الايفون، الاجهزه الاخرى جالكسي او غيره الله اعلم عنها، انا شخصيا ما استخدمها. بعد ما تختار الصوره او تصور الصوره اللي تبيها تضغط على ايقونه الكتابه او تضغط على اي مكان في الصوره يطلع لك الكتابه، يعني تكتب اللي تبيه. بالبدايه لازم تضغط على ايقونه الات من هنا وبعد كذا تسجل اسم الحساب اللي تبيه. كمثال بكتب اسم حسابي انا شخصيا زي ما تشوفون، هذا حسابي في انستغرام وتشرف بمتابعة الجميع. بعد ما تسجل اسم الحساب اللي تبيه وبعد ما تختاره باصابعك يعني اصبعين كذا تصغر الكتابة او تكبرها براحتك، كمثال تميلها تخليها مائلة او تخليها سيدة براحتك. كمثال بخليها هنا. اذا تبي تضيف حساب ثاني تضغط على ايقونة الكتابة او اي مكان في الشاشة. كمثال ضغطت على أيقونة الشاشة على أيقونة الكتابة، نختار أيقونة الآت وبعد كذا نختار اسم الحساب. كمثال الحساب الرياضي المشهور هذا، بعد كذا مثلا بخليه بنفس المكان. بعد كذا اعتمد الستوري من هنا، وبعد ما اعتمد الستوري خلاص نشوف ضبط معانا أو لا. نرجع للصفحة الرئيسية. زي ما قلت لكم هذا الحساب مو حسابي الرسمي ولكن أنا فاتح للشروحات فقط. نفتح الستوري من هنا وزي ما تشوفون طلع حسابي وحساب الشخص الثاني. لما أضغط على حسابي ضغطة واحدة كذا يطلع لك اسم حسابي، لما أضغط عليها من هنا يوديك على الحساب مباشرة اللي أنت مسوي له تاج. طبعا هذا حسابي في انستغرام وتشرب ومتابعة الجميع. الحساب الآخر زي نفس الطريقة، أي واحد يضغط عليه نشوف مع بعض انتهى معليش انتهت المدة. لما أضغط عليه ضغطة واحدة زي ما تشوفون تطلع لك هذه العبارة، لما تضغط عليها ضغطة يوديك للحساب نفسه. شرح بسيط جدا، أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الشيء أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.